بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من مدينة الباهية وهران، ومعنا اليوم نجم من نجوم الأغنية الوهرانية بارودي بن خدة. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، مساء الخير ومرحبا بكم في وهران، وانتم ضيوفنا ومرحبا بكم. إذا لما نقول الأغنية الوهرانية، أين هي في هذا الوقت في الزخم من الفن هذا؟ لا، هي الأغنية الوهرانية على كل حال موجودة، ولكن عليها غبار. نقولوا الفنانين هم اللي لحوا على الغبار. لا، مش الفنانين. شكون الفنان إذا كان عطيته يخدم، وإذا ما عطيتهش ما. المعروف الفنان الوهراني بأنه ما يطبطبش البيبان. أكيد. إذا لغيت له يجي، ما لغيت لهش راه قاعد في دار. هذا هو شيء خلى الغبار يعشش فوق الاغنيه يعني الوهرانيه. يعني كتقول باللي اصحاب الاغنيه الشبابيه راهم هم اللي يطبطبوا، ما تطبطبوش. الاغنيه الشبابيه يعني يطبطب غير مباشر، يطبطب. اكيد. مثلا نحسوا مثلا هواري دوفا، اغاني من الراي. هي دوك انت راك من الراي، كانت جميله، اغاني جميله في دوك انت. شوف شوف شوف، انا هذه الهضره تاعك نتقبلها، معليش. بارك الله فيك. انا مخ كبير عندي وقلب كبير. ما شاء الله، سبحان الله. عندي مخ كبير وقلب كبير، بصح عندي لسان طويل. لا، قصيده من عندك، نسمع قصيده من عندك باش نعلم. قصايد احنا، انا نغني لخالدي، نغني مصطفى ابراهيم، نغني. لا لا، كلامك كلام. انا ما عنديش كلام. لا، ما نكتبش كلام. انا تهز من المشايخ. انا ما نكتبش كلام. يسمى انت راك. انا فنان، ما نكتبش كلام. انا نقول الشيء اللي نحفظه نقوله. يسمى انتربريت. انا انتربريت. انا انتربريت. كوبي كولي، تهز حاجه. ماشي كوبي كولي، انتربريت. دوك انت ما راكش عارف واش راك تسال، وراك تسال. اسمح لي. اسمح لي يا استاذ، يعني هنا هذه ما راكش عارف واش راك دير. لا، اسمح لي. لا استاذ، يهز في كلام من عند الشيخ حماده ويحط حماده سيتي ريفيرونس. حماده سجلهم من عطيني تو واش خدمت. خليني نهضر معاك. حماده سجلهم 1926 في برلا، هو وزهره الغليزانيه اللي ربات الريميت. وبار عمر وكل كانوا يسجلوا. بار عمر عنده جوغنيه. تقول لي بار عمر عنده دو شونسون. ما نسقسيك غير السؤال. لا، سبحان الله، انت كنت حاضر لانك حضورك دائما. بنعطيك سؤال. تفضل. نسالك سؤال. انت راك جاي من اجل الحصه ولا راك جاي باش تحاربني بتاكينين؟ انا ما تنجمنيش. الا راك جاي من اجل بتصغرني ما تنجمش. ما تقدرش. لا لا، ما صغرش. انا نقول لك استاذ ومدرسه. انا نقول لك ما تقدرش. ما تقدرش الراي. انا غادي نقول لك واحد الحاجه. ضرب قدام المخرج. هذا عبدو الفنان. هذا ما عندهش كاع مستوى، مسكين. هذا المور يبيع الخضره ولا يبيع الدلاع ولا التنشيط، وهذا خطيه، ما عنده حتى علاقه معاه. شوف انت ما تعرفنيش. شارك اهنت فني ناس يوم ربي. لا، ما اهنتش. عاهنتك انت. لا، انت عاهنتهم. راك اهنت واحد يبيع في الدلاع والخضره. انت راك اهنت ربما لو كان يسمع فيك دوك يبطل. ما يسمعش يعني الخضار. ما يسمعش. وناهي الطبقه. ما عندي ما ندير به. وناهي خضار. ما عندي ما ندير بحتى واحد. انا ماكش خضار وخباز. انا راني انا راني في 38 سنه في الفن يا استاذ. ما نجحتش فيه هذاك. ما نجحش. معليش، علاه تطلب كاشي كبير في نطلب انا نفرض روحي. انا عندي اسم. تفرض روحك بغناء تاع شيخ حماده. تاعي خنا تاعي، ماشي تاع شيخ حماده. غناك؟ ايه، عندي راسك عايش بكلام تاع شيخ حماده. هذا انا عرفت شكون اللي راه عطاه التعليمات هذو، على بالك؟ شكون؟ انا نعرف. معليش، انا وين هو؟ لو كان نقول لك شكون غادي نكبرك، رد كبير وانت صغير. نعم، ماذا بيا نعرف باش نقول لك. ما نكبركش، غادي نقول لك شكون. كون نقول لك شكون غادي نرد كبير وانت والو صغير. انت تحت والو. انت ماراكش تسال، راك طاكين فيا. نعم، الاسئله هذه ما تنجمنيش. انت شوف، نقول لك واحد الحاجه. لا، ما نجمكش. لان غادي نقول لك واحد الحاجه. دقيقه، غادي نقول لك واحد الحاجه. انت راك درت حاجه في صغرك، جا الوقت باش تخلص عليها. اقسم لك بالله العلي العظيم، راك خربت فيا وطاكينيتني. لا، يسمى دوكا ما غاديش تكمل لك. لا، يسمى تدعي لي. لا، نقول لك فلوس ما ندعيش عليك. ما ندعي عليك. انا نقول لك قدام الرجال غادي تخرج منا، والله ما غادي توصل سالم لدارك. نقسم لك بالله العلي العظيم، ورانا قلب السما. تدعي لي. ما غادي توصل. لا، ما ندعيش عليك. ما ندعيش عليك باسكو جيت بطاكينيني. انا مريح في داري في الامان. انا لو كان ماشي خويا. والله يا استاذ، انا كون ماشي خويا ما نجيش. اسمع استاذ، في من تشك يعني عمرني عليك يعني. ماشي تعب. حسنت لي. لا، قلت لي شويه حوايج باسكو. علاش؟ احمد ربي. نعم، ياك. وصلي لي نهار ما صرا لك والو. انا قادر كيما راه مجمع دروك يدوه للكونكار. شغل عاد يقول لي هو سيدي بوميده. راه عاد يقول لي هو سيدي بوميده. لا لا لا، انا يسموني سيدي بوميده. هكا تقول لي.
نقول لك لا هذوك تورني انا لا جا تورني ما عندي ما تورني لا معاه الاسئله لا ما نخدمش لا ما نخدمش معاك لا السؤال اسمح لي استاذ لا صحيح اسمح لي استاذ والله ما نخدم معاك هذا كنا نبداو اقسم لك بالله العلي العظيم نقسم لك بالله العلي نقسم لك بجدي رسول الله ماني خادم معاك هذه سلاله طيبه احنا كنا نفضفضوا دوك ندخلوا انت استهزيت بيا لا ما استهزيتش حاشا لا شوف 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 انت ما تعرفنيش حاشا انا شوف انا هنا في وهران اسمح لي الناس تحترمني والناس تقدرني والناس لا تعرف قيمتي هذه حصه تفرغ على قلبك شوف شوف دوك نبداو انا وجدنا والله ما نقعدش علاه اخويا خلينا ندير لك حاجه اخرى نقطع الورقه خلينا ندير لك حاجه اخرى غادي روح غادي صوالحك روح تبيع السفنج ولا تبيع الشامية ولا السفنج 100 100 يا ودي السفنج وانت غير كيف كيف ما يسمعكش الخضار ما يسمعكش السفنج وانت كيف كيف المهم حاجة تباع روح وجهك سالم خي ما تروح وجهك شارلو هذا لما مريح دي بميكي ولا نشكروا شاركت معنا في كاميرا مخفية لشهر رمضان قلنا صحة رمضانكم صحة على كل حال أنا قبل أن نقول صحة رمضانكم نقول لك بلي ربي سترك ونقول للشعب الجزائري كل عام وانتم بخير ورمضان كريم تمشي تبدا في الغاشي شوفوا واش راح يصير خويا رايح يلاشي كاميرا كاشي صحة